بمناسبة احتفالات مصر بذكرى يوم الشهيد، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي. جاء ذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة. وجاءت خطبة الجمعة بعنوان يوم الشهيد يوم بر ووفاء، وأكدت على حرص الأديان السماوية على تعظيم فضل الشهادة في سبيل الله ومنزلة الشهيد الذي ضحى بروحه في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام إن شهداء مصر الأبرار تركوا بصماتهم البارزة على مر السنين كرموز للتضحية والفداء النبيل. وفي تصريحاته بمناسبة يوم الشهيد أكد مفتي الجمهورية أن تضحية الشهداء تعبر عن قمة الوفاء والإخلاص لله والوطن، متوجها بخالص الشكر والتقدير إلى أبطال قواتنا المسلحة والشرطة لما يبذلونه من تضحية كبيرة من أجل حماية البلاد والعباد. قررت القوات المسلحة فتح المتاحف والمزارات العسكرية كذلك منطقة العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر، ذلك لاستقبال المواطنين مجانا غدا السبت بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم. يأتي ذلك بينما تشارك الموسيقات العسكرية في تقديم عدد من العروض الموسيقية والأغاني الوطنية بميدان الشهيد عبد المنعم رياض بالقاهرة تزامنا مع الاحتفال بهذه المناسبة، ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب والعمل على تعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداء لعزة الوطن وكرامته. نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب معرضا فنيا لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، ويستمر حتى 13 من مارس الجاري، وذلك استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم. ويضم المعرض عددا كبيرا من منتجات وإبداعات أعضاء الجمعية في عدد من المجالات، وذلك بعد تدريبهم على أيدي نخبة من المدربين المهرة، فضلا عن توفير كافة المواد الخام اللازمة لإبراز قدراتهم الفنية. كما نظمت الجمعية مهرجانا رياضيا تضمن العديد من المسابقات التي اتسمت بالروح الرياضية العالية بين فرق الجمعية المتنافسة. اختتمت فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك رعد واحد الذي تم تنفيذه بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة الباكستانية. استمرت الفعاليات على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادة قوات المظلات، وتضمنت المرحلة الختامية تنفيذ بيان عملي لاقتحام قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية المسلحة من خلال تنفيذ أعمال القفز الحر والإبرار الجوي لعناصر القوات الخاصة من الجانبين. أظهرت مدى ما يتمتعون به من مهارات ميدانية وقدرات وإمكانات قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ المهام ذات الطبيعة غير النمطية في مختلف الظروف. بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، كثفت القوات المسلحة من جهودها بتوفير ما يقرب من 2 مليوني حصة غذائية بنصف الثمن لتلبية احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية.
بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم. كثفت القوات المسلحة من جهودها بتوفير ما يقرب من 2 مليون حصة غذائية بنصف الثمن لتلبية احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية، حيث قامت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز الحصص الغذائية. ونقلها بواسطة أسطول من شاحنات النقل المجهزة وقطارات السك الحديد إلى جميع المحافظات التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لطرحها على المواطنين بأسعار مخفضة. وحرصت القوات المسلحة على أن تحتوي الحصص الغذائية على السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر المصرية خلال شهر رمضان الكريم. وفي سياق متصل، شارك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بفتح عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة لتقديم السلع الأساسية بأسعار مخفضة. هذا بجانب المشاركة في معرض أهلا رمضان المقام بأرض المعارض بمدينة نصر. يأتي ذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها في دعم المجتمع المدني. واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا، ذلك بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. استمرارا للدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، واصلت الوزارة فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوزيع بوات تحتوي سلع غذائية متنوعة على المواطنين بالمناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع المحافظات، وذلك تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. احنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو دايما مدعمنا ودايما واقف معانا وعامل لنا دايما مبادرات، ربنا يكرمه ويعزه، دايما واقف جنب الشعب المصري في كل المناسبات. يا رب نحفظ مصر ورئيس مصر وناس مصر وشعب مصر كلها يا رب، ويقعد عليهم الايام بخير. كل سنه وهو طيب وربنا يخليه لنا ويخلي لنا الشرطه ويخلي لنا الجيش وتحيا مصر. واللي في عز المحنة تحدى وقالها تعدي وعلى الصوت. ربنا يخليك يا سعادة الرئيس، واحنا ما تحرمش منكم يا رب، وكل سنة وحضراتكم طيبين. أنا بشكر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كبرنا عامل لنا الكوبري دوت، ربنا يخليه لنا ويعمل إنجازات جامدة قوي في مصر. وجهت الوزارة مأموريات للمحافظات المختلفة استقبلها المواطنون بترحاب كبير، وسط إشادة بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للمواطنين وتقديم الدعم لهم في كافة المناسبات وعلى مدار العام.
بدرة جت الصراحة هي جت في وقتها يعني الصراحة على دخول شهر رمضان الكريم. وربنا يخليك يا ريس على المبادرة الجميلة ديت والمبادرات اللي بتعملها كلها. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار مصر دي أحلى. شكرا يا ريس ربنا يخليك لينا وكل سنة حضرتك طيب. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. الألف ألف شكر سنة طيب يا رئيس ربنا خليك لنا رئيس عمار يا مصر. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار. حرصت المأموريات التي وجهتها وزارة الداخلية على إيصال المساعدات إلى مستحقيها في كل مكان على أرض الوطن، فقد توجهت إلى المنازل وأماكن العمل فضلا عن الشوادر التي أقامتها لتوزيع هذه المساعدات. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة كلنا واحد وعلى المشروعات القومية الكتيرة اللي بيعملها لنا وأنه هو فاكر الشعب في رمضان. ألف شكر يا رئيس على الحياة الكريمة اللي أنت بتعملها لنا والمشاريع اللي أنت بتعملها لنا على طول ودايما فاكرنا على طول في الخير وكل سنة وحضرتك أنت طيب. شكرين يا رئيس على اللي أنت بتعمله لنا وعلى المشاريع اللي أنت بتعملها لنا. رجالة ولا ترجالة اتحمي واتشغالة مصر وراسه الفوق مرفوع وسط النار بيفوق. ألف شكر على هديتكم وهدية مقبولة وانتوا نورتونا وألف شكر لوزارة الداخلية وسيادة الرئيس. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار مصر دي أحلى بلد في الدنيا كله عارفها أكيد. بشكر ضباط وزارة الداخلية طبعا لأنهم وصلونا في الأماكن دي محافظة كفر الشيخ ويا رب دايما يكونوا مستمرين في الحاجات دي. بمبسوطة إن هم بيفتكرونا وبيفتكروا أولادنا في مبادرات زي مبادرة كلنا واحد. بشكر سيادة الرئيس إن هو فاكرنا في جميع المناسبات ودي مش أول مرة إن هو يعملها معانا. مصر تملي بتفتح بابها للي قريب واللي بعيد والكل اللي بجد حبيبها دايما مصر تمد الإيد. بشكر سيادة الرئيس وعامل لنا خدمات يامي وكل سنة وحضرتك طيب. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سيدي. ليكم مناسبة الشهر الكريم. ربنا يخلينا سيادة الرئيس ربنا ما بيحرمناش منه يا رب. دايما فاكرنا على طول. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب. طول عمر الشعب ده إيد واحدة كل في البط واليوم الدين. بفتح الباب لقيت السادة الضباط جايين وجايبين هدية راس لحد باب البيت. فاحنا بنشكرهم على تعبهم ومشيهم بنشكر سيادة الرئيس وربنا يخليه لنا وفي أي مناسبة بيفتكرونا برضه. ربنا يخليك لينا يا رب رئيس يا رب يخليك لينا في البحر الأحمر مبسوطة وشكرا على مساعداتك لينا يا رئيس. مبادرة دي للجميع وبنشكر وزارة الداخلية أنها بتدخل كل الناس بتقول لكل الناس أن الناس كلها على راسي مفيش حد وحد لا. شكرين يا سيادة الرئيس السيسي والمبادرة بتساعدنا في البيت وبتوفر لنا كل حاجة. واللي في عز المحنة تحدى وقالها تعدي وعلى الصوت. رجالة ولاد رجالة اتحمي واتشغالة مصر وراسه الفوق مرفوع. كل سنة وانت طيب. ربنا يبارك لنا فيكم في الرئيس وفي الرئيس الجمهورية وفي الدنيا كلها. امين يا رب. وربنا يقدركم على اللي انتوا فيه ويساعدكم على اللي انتوا فيه. طول عمر الشعب ده ايد واحدة كل في البط واليوم الدين. ده كفاية انكم دايين والله ده دخلتكم دي بالدنيا كلها. حابب اقول للرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا اللي هو فاكرنا ربنا يخليهولنا يا رب. لا شك ان وزارة الداخلية تضع في مقدمة اولوياتها دعم ومساندة المواطنين وتخفيف الاعباء عنهم من منطلق مسؤولياتها الاجتماعية، فالامن رسالة انسانية تهدف الى تحقيق الاستقرار ودعم المواطنين إنسانيا واجتماعيا. كل سنة وانتم طيبين وربنا يخلي لنا الرئيس ويخلي المبادرة وهو بيجيب لنا البحر الأحمر وربنا يديله الصحة ويخلي للشعب يا رب. ربنا يخلي الرئيس لينا على المبادرة دي وحاسس بينا.
بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد. وأعرب وزير الداخلية في البرقية لوزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة عن عميق التقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد. وجهت السيدة انتصار السيسي تحية لكل نساء مصر في يوم المرأة العالمية، جاء ذلك خلال تدوين لها عبر موقع التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم المرأة العالمية، حيث أكدت السيدة انتصار السيسي أن المرأة المصرية هي صوت الضمير والرحمة والبهجة وأيقونة التفرد في العمل الوطني والإنساني، مضيفة أن المرأة المصرية كانت ولا تزال برغم كل المحن وكل التحديات تحتفظ بتفاصيلها العظيمة وبطبيعتها طباعها الخاصة. وصلت المرأة المصرية لمرحلة غير مسبوقة من المشاركة والاستفادة من البرامج والمبادرات، فكان لها أكبر نصيب من تلك البرامج، ويأتي ذلك في ظل خطوات جادة دعمتها القيادة السياسية التي أمنت بالمرأة المصرية ودورها المحوري على الصعيد السياسي. إن احترام المرأة المصرية وتقدير دورها قديم قدم الحضارة المصرية، حيث وصل هذا التقدير في عهد التاريخ القديم إلى درجة التقديس، فكانت رموز الحكمة والعدل والقوة في صورة امرأة، وبهذا تكون المرأة المصرية قد سبقت نساء العالم في تعظيم مكانتها في المجتمع. عصر ذهبي غير مسبوق تعيشه المرأة المصرية، شهد انطلاق خطوات تمكينها في كل مجالات الحياة بعد نضال طويل، وبعد أن أثبتت أنها شريك أساسي وطرف رئيس في معادلة تقدم الوطن. خطوات عملاقة دعمتها القيادة السياسية التي آمنت بالمرأة المصرية ودورها المحوري على الصعيد السياسي. وها هي الأرقام تكشف عن قفزات ضخمة في مجال تمكينها، حتى وصل عدد نائبات مجلس الشيوخ 40 نائبة وفي مجلس النواب 162 نائبة، فضلا عن 6 وزيرات و66 قاضية و677 مستشارة و37 نائبة لرئيس هيئة قضايا الدولة، وهي أرقام تمثل علامات فارقة في تاريخ مصر الحديث. وعلى الصعيد الاجتماعي وصلت المرأة لمرحلة غير مسبوقة من المشاركة والاستفادة من البرامج والمبادرات، فكان لها أكبر نصيب من تلك البرامج إلى جانب صرف التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وعن تعزيز آليات تمكين المرأة في المجتمع، فقد كانت التكليفات الرئاسية سبباً للعديد من التشريعات المساندة للمرأة، فأصدر مجلس النواب قانوناً مستقلاً لمنع الزواج المبكر، وتم منع التمييز القائم على الجنس إلى جانب تعديل قانون المواريث الذي صار يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة، وتغليظ عقوبة المتحرش، وتفعيل مبادرات مناهضة العنف ضدها. ولم تغفل القيادة السياسية دورها في الحفاظ على صحة المرأة، فأطلق الرئيس السيسي العديد من المبادرات لدعم صحتها، كان أبرزها 100 مليون صحة ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي وغيرها، لتصبح مكتسبات المرأة في السنوات الأخيرة من أهم الإشارات الملهمة ودليل بداية قليمة للجمهورية الجديدة. أكدت الخارجية الفلسطينية أن جيش الاحتلال يمارس الكذب ويغطي على جنوده لحمايتهم من المساءلة والملاحقة القانونية. وفي بيان لها أوضحت الخارجية الفلسطينية أن تحقيقات جيش الاحتلال في مجزرة شارع الرشيد شكلية، والهدف منها هو طمس الأدلة، مطالبة بمحاكمة القتلة المسؤولين عن مجزرة شارع الرشيد ومن أعطاهم التعليمات بإطلاق النار على المدنيين الجوعى.
أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين على أملها في أن يتم افتتاح ممر بحري مخصص للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة يوم الأحد. وبعد زيارة لميناء مدينة لرناكا مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، قالت فون دير لاين إنهم قريبون جدا من فتح هذا الممر قبل حدوث كارثة إنسانية في غزة، ويأتي ذلك في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من خطر المجاعة في القطاع الفلسطيني المدمر جراء الحرب. قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن الخطة التي تقودها الولايات المتحدة لبناء ميناء مؤقت في قطاع غزة لإدخال المساعدات إلى سكانه ستستغرق وقتا. وكان كاميرون قد أعلن أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة لفتح ممر بحري لتوصيل المساعدات مباشرة إلى غزة. وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن بلاده تواصل حث إسرائيل على السماح لمزيد من الشحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لتوصيل المساعدات وضرورة فتح ميناء أسدود في هذه الأثناء. ما قالش حاجة. أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه لا يجوز السماح بحدوث هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الحدودية في قطاع غزة لأنه سيتسبب في خسائر فادحة في الأرواح. وشدد المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان جيريمي لورنس مشددا على ضرورة عدم السماح بحدوث هذا الهجوم على رفح. أعلن منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن جريفيث أن أكثر من 500 ألف فلسطيني في غزة على شفا المجاعة وأن الأطفال يموتون جوعا. ودعا المنسق الأممي في بيان نشره على حسابه على منصة إكس، دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة والالتزام الكامل بقواعد الحرب. وطلب جريفيث بتوفير نقاط دخول وطرق إمداد إضافية وحماية أفضل لقوافل المساعدات الإنسانية. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 30,878 شهيدة و72,402 من المصابين، ذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. وأوضحت السلطات أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 78 شهيدا و104 مصابين خلال 24 ساعة الماضية، مضيفة أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل جريمة حرب. وأفاد تورك بأن بناء ومواصلة توسيع المستوطنات يعني نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى أراضي محتلة وهو ما يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي، ويحمل خطر القضاء على أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وقال المفوض الأممي إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة قد زادت إلى 24,300 وحدة في العام حتى نهاية أكتوبر 2023 في توسع قياسي. وما زالت نشرة السادسة متواصلة وتتابعون فيها. مصر تواصل جهودها لدخول المساعدات للأهالي في قطاع غزة، والأشقاء العرب يؤكدون تضامنهم مع القاهرة لمساعدة الفلسطينيين.
أكدت سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة مريم الكعبي تضامن مصر والإمارات لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتة إلى تنفيذ البلدين لعمليات إسقاط جوي للمساعدة على القطاع. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أشارت سفيرة دولة الإمارات إلى عمق علاقات التعاون الوثيقة بين القاهرة وأبو ظبي في مختلف المجالات. التعاون الكبير بين دولة الإمارات ومصر النهاردة في دعم أخواننا في غزة، والتنسيق الكبير على مستوى كبير، والجهود المصرية في دعم دولة الإمارات أيضا، العمل الكبير والفرق الإماراتية الكبيرة الموجودة أيضا، المساعدة دلوقتي يعني كان الإسقاط الثالث للمساعدات على شمال غزة بالتعاون بين القوات وزارة الدفاع الإماراتية والقوات المسلحة والقوات الجوية المصرية، كان يعني عمل جبار. وإحنا من بدت الأزمة دولة الإمارات مع يعني ودعم كبير من اخواننا المصريين، يعني الكل يتشارك في احتفاليه انسانيه من القيم الانسانيه اللي بتؤمن بها دوله الامارات وتؤمن بها جمهوريه مصر الحبيبه، وده الموضوع مش بس على مستوى قيادات وانما بين ايضا على مستوى شعوب. تتواصل الجهود المصرية المستمرة لقطاع غزة على مستوى أكثر من محور، حيث قام فريق من الهلال الأحمر الكويتي ومنظمة رحمة حول العالم بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري بالدخول لقطاع غزة. ويستهدف ذلك التعامل مع الجرحى والمصابين وإجراء العمليات الجراحية لهم داخل مستشفيات قطاع غزة. كان الزميل محمد عبد الصبور مراسل التلفزيون المصري قد وفانا بتلك الرسالة. زملائي الأعزاء، مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، تتواصل الجهود المصرية المكثفة على مستوى ملف المساعدات الغذائية والإنسانية والإغاثية المتجهة لقطاع غزة على مستوى أكثر من محور، سواء المحور البري من خلال معبر رفح واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية، أو المسار البحري وتحديدا من خلال ميناء العريش البحري واستقبال العدد من السفن، بالإضافة طبعا للمسار الجوي الهام في هذه الأيام من خلال طبعا عمليات الإنزال الجوي الناجحة في شمال قطاع غزة بالتعاون بين مصر وعدد من الدول العربية الشقيقة. أيضا الجانب الكويتي له دور مهم في عمليات الإغاثة بالتنسيق طبعا مع الهلال الأحمر المصري، سواء من خلال الدفع بعدد كبير من سيارات الأسعاف المجهزة إلى قطاع غزة، أو من خلال أيضا المستشفى الكويتي الموجود في قطاع غزة وتحديدا في رفح. معي دكتور مساعد العنيزي وهو رئيس أو مدير العمليات بالهلال الأحمر الكويتي. بنرحب بحضرتك على شاشة التلفزيون المصري، وبنقول الجهود المصرية الكويتية والتعاون بين الهلال الأحمر المصري والكويتي مستمر من خلال التنسيق المستمر على مستوى كافة الجهود. النهاردة أنتوا هتتوجهوا بفريق طبي كامل من الكويت إلى قطاع غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل أن أتحدث عن المساهمات الكويتية لإخواننا في قطاع غزة، أحب أن أشكر جميع العاملين في القطاع الإنساني في جمهورية مصر العربية وأكيد الهلال الأحمر المصري على تسهيل دخول الوفود وكذلك تسهيل دخول المساعدات والمساهمات سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو. نحن اليوم في منطقة العريش بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، إن شاء الله سوف ندخل بعد قليل بفريق طبي مجهز بالمعدات والأجهزة الطبية بهدف طبعا المساهمة في دعم الطواقم الطبية والمستشفيات وإجراء عمليات جراحية دقيقة مع الفريق الطبي، وهذا طبعا أغلى شيء نقدمه كجمعية الهلال الأحمر الكويتي وكشعب كويتي إلى أخواننا في قطاع غزة، ونأمل أن تساهم هذه المساهمات والمساعدات سواء من الكويت أو من الدول العربية أو من كافة الدول العالم لتخفيف معاناة أشقائنا في قطاع غزة. ونطمح أن نجري هذا الفريق الأول من قبل الهلال الأحمر الكويتي، أن هناك فرق متتالية إن شاء الله خلال الفترة القادمة بالتعاون أكيد مع الهلال الأحمر المصري، مشكورا عبر هذه التسهيلات التي نأمل أن تستمر هذه الأمور في الأمور الإنسانية. أشكرك. شكرا. شكرا لكم. يعني إذن الجهود المصرية مستمرة ومكثفة بالتنسيق مع طبعا الأشقاء الكويتيين على مستوى تحديدا المسار الطبي من خلال الدفع بفرق من الأطباء الكويتيين وطاقم التمريض داخل المستشفيات الكويتية العاملة في قطاع غزة. إليكم زملائي في الاستديو. قصفت أقوات الإسرائيلية تلة المطران محيط حمامس في سردة جنوب لبنان، حيث استهدف القصف أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلم الشعب وطير حرفة والظهيرة، فيما عملت فرق الدفاع المدني على إزالة الركام من الطرق.
تلقت هيئتان بحريتان بريطانية تقريرين عن حادث على بعد نحو 50 ميلا بحريا، ذلك جنوب شرقي عدن اليمنية، في المياه التي تشن فيها قوات الحوثي هجمات على السفن. وصرحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية على أن السلطات تحقق في الحادث، بينما أوضحت شركة أمبري للأمن البحري أنها على علم بوقوع حادث على بعد 52 ميلا بحريا من جنوب عدن وأنها تحقق فيه. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات استهدفت 4 صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرة مسيرة في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الحوثي في اليمن. وأوضحت القيادة أن قواتها أسقطت 3 طائرات مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة قوات الحوثي باتجاه خليج عدن. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للبريد المصري وتستخدم شعاره بزعم بيع طرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية، وتطالب من المواطنين تحويل تلك المبالغ من حساباتهم الشخصية. وأوضح المركز أن الصفحات المتداولة وهمية، وكذلك الطرود المعلن عنها في تلك الصفحات مزيفة ولا علاقة لهيئة البريد بها مطلقا، مشددا على أن كافة الطرود التابعة للبريد المصري تحكمها شروط وضوابط طبقا للقانون. تتواصل جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن ولا سيما الأسر الأولى بالرعاية في جميع محافظات مصر. ويواصل التحالف الوطني جهوده بالتنسيق مع مؤسسات العمل المدني لتوفير السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية قبيل شهر رمضان المبارك. ومن ضمن مجهوداته قطار الخير الذي وصل مؤخرا لمحافظة بني سويف. قبل أيام من حلول شهر رمضان الكريم يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده لتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية، حيث وصل قطار الخير إلى محافظة بني سويف. النهاردة عندنا قافلة، القافلة دي بتكون 2 مرات في الشهر، فدي أول قافلة لينا، والجمعة الجاية إن شاء الله يكون عندنا قافلة تاني. عندنا مساعدات مختلفة زي الشنط الغذائية وزي الأجهزة بتاعة العرايس وأجهزة كمان الأسر المستحقة. إحنا النهاردة بنستهدف في قرية العون بنستهدف 250 أسرة، بنوزع عليهم شنط غذائية مكونة من 3 كيلو مكرونة، كيلو سكر، 2 كيلو رز، كيس ملح، نص كيلو عدس، لوبيا وفاصوليا، يعني تشكيلة من المواد الغذائية المختلفة للتخفيف عن الأهالي في شهر رمضان. أعضاء التحالف قاموا بتوزيع الكراتين المحملة بالمواد الغذائية، وذلك من أجل تحقيق أكبر استفادة لأكبر عدد من المستحقين. بساط الناس بالحاجة ديتي والاحتياجهم ليها، والحاجة كانت تعتبر بالنسبة لهم فرحة كبيرة جدا من جمعية رسالة ومن التحالف الوطني، لأن طبعا احنا داخلين على شهر رمضان ومكونات السلع وقد ايه الأسر بتستفيد من الشنطة ومحتوياتها. احنا نزلنا على كذا قرية، يعني النهاردة كنا في بني سويف ماسكين 4 قرى، اللهم بارك، يعني وصلنا لعدد كبير من حوالي 250 أسرة. عمل متواصل للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بمختلف أنحاء الجمهورية. نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية علاجية متخصصة شاركت فيها كليات الطب في جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، ذلك لأهالي حي الأسمرات بمحافظة القاهرة. وتم الكشف على المواطنين بحي الأسمرات وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم. تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في إطلاق القوافل الطبية المجانية لتوفير الخدمات الصحية والرعاية الطبية اللازمة للأهالي في المحافظات للارتقاء بمستوى معيشتهم. وفي هذا الإطار نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية في عدة تخصصات مختلفة في حي الأسمرات بمحافظة القاهرة، شاركت بها جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان. عندنا أول حاجة قافلة طبية تضم تخصصات عظام، نساء، بطنة، أطفال، أسنان، بنقدم جميع الأدوية مجانا بالتعاون مع جامعات، بتحالف الجامعات عين شمس، القاهرة، حلوان.
ثم عندنا ملتقى توظيف، ده من اهم الحاجه اللي بيجي عليها اقبال في معظم القوافل بتاعتنا. عندنا النهارده تخصصات طبيه متعدده، باطنه واطفال وجلديه وعظام. عندنا برضو الاهتمام بالجانب الصحه النفسيه وتاهيل ذوي الاعاقه والكشف عن الاعاقه. عندنا برضو ندوات توعويه وندوات فنيه للاطفال. عندنا برضو قطاع التمكين الاجتماعي مشارك معانا في القافله. ننزل نشوف حصر احتياجات للحي ونشوف الحاجات اللي هم محتاجينها، البرامج التوعيه اللي هم محتاجينها، العيادات الطبيه اللي هم محتاجينها، وبناء عليها بنبدا نتواصل مع الكليات المختلفه بمشاركه الخمس جامعات عشان نقدر نعمل عيادات مختلفه وبرامج توعيه مختلفه لخدمه اهالي الحي. اهالي حي الاسمرات استقبلوا القافله الطبيه منذ ساعات الصباح وجلسوا في ساحات انتظار لتوقيع الكشف الطبي والاستماع لارشادات تهدف لنشر ثقافه الحفاظ على الصحه العامه واتباع السلوكيات الصحيه السليمه. جايين النهارده علشان الهدف بتاعنا ان احنا نعمل حاجات معينه عباره عن توعيه لابناء هذا الحي، وفي نفس الوقت برضو مسابقات ثقافيه، في عندنا جزء برضو محو اميه، في عندنا جزء خدمات طبيه، يعني خدمه متكامله لابناء هذا الحي. قافله طبيه توعويه مختلفه التخصصات، قافله طبيه شاملت كل التخصصات وعلى راسهم تخصص صحه نفسيه وتاهيل ذوي الاعاقه. بنعمل ايه؟ بنعمل توعيه باصلا ازاي الام تكتشف الاعاقات في وقت مبكر بحيث يكون التدخل بشكل اسرع، فده يحد من الاثار السلبيه للاعاقات عند الاطفال. وبنعمل توعيه عن الصحه النفسيه واهميه ان الناس لازم تاخد بالها من صحتها النفسيه زي صحتها الجسديه بالظبط. اي قافله بتيجي بتخدم الناس هنا بصراحه، لان هنا الناس تعبانه خد بالك، وطبعا الصحة برضو ايه كويسة برضو هنا. إلى ذلك تتواصل جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مختلف أنحاء الجمهورية تحت مظلة مؤسسة تسعى لتحسين حياة المواطنين الأولى بالرعاية من خلال إطلاق القوافل الطبية بمختلف المناطق والأحياء التي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان للارتقاء بمستوى صحة المواطنين. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. وقفتنا الاقتصادية بنشرة السادسة وفاطمة خليل. شكرا سحر ناجي، شكرا حكمة عبد الحميد، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أصدرت الحكومة قراراً بصرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة بالزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخراً. أوضحت الحكومة أنه سيتم اعتباراً من مرتب شهر مارس الحالي صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتصبح بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29 من فبراير الماضي، وبحد أدنى 150 جنيه شهرياً ودون حد أقصى. وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الحالي. كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 من فبراير الماضي، وبحد أدنى 150 جنيه شهريا ودون حد أقصى. وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل في الأول من مارس الحالي. أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها قررت رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية CAA1 عند تصنيف، وإشارات موديز إلى أو أشارت موديز إلى أن هذا التغيير يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة خلال الأسبوع الماضي. وكان البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط ومواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآلية السوق. شهدت مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر افتتاح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية، ويهدف المعرض لمواجهة تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويشمل طرح السلع بأصناف كثيرة وأسعار مناسبة لأهالي القصير.
وصل معرض أهلا رمضان بمدينة دمياط استقبال المواطنين، ويحتوي المعرض على جميع السلع الغذائية واليميش والمجمدات والفاكهة والخضروات والدواجن بأسعار تنافسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. جميع السلع بحق ربنا موجودة ومتوفرة، فراخ موجودة، بط موجود، لحوم موجودة، بط موجود، بيض موجود، زيت بجميع أنواعه، رز، كل الحاجات بصراحة موجودة. المنتجات النهاردة احنا حسينا ان في حاجات كتير متوفرة ما كانتش متوفرة خلال الأيام اللي فاتت. الوقت السكر متوفر، وعندنا المكرونة نزلت، الأسعار نزلت شوية بالنسبة للزيوت والمكرونة، واحنا بنتمنى ان الأسعار تفضل يعني كده، والأسعار برضو في نزول. شهدت محافظة كفر الشيخ افتتاح 12 معرضا من معارض أهلا رمضان بمدن المحافظة، وتوفر المعارض كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، منها السكر بسعر 27 جنيه، واللحوم المستوردة بسعر 240 جنيه، واللحوم البلدي بسعر 340 جنيه. 10 معارض في 10 مراكز الرئاسية في المحافظة، مغطين المحافظة في كل السلع الأساسية والسلع الاستراتيجية، ومنها السكر والدقيق والرز، وكل حاجة متوفرة. والسكر عندنا ب 27 جنيه داخل المبادرة، والحمد لله ما فيش عندنا أي مشاكل خالص، وموضوع السكر متوفر في جميع المراكز. احنا هنا عاملين عروض ان هنا السعر أقل من برة بنسبة مثلا 10 أو 15% عن السعر السائد في السوق يعني. أسعار مخفضة جدا عن الأيام اللي فاتت، وفي كل ما يلزم البيت رمضان بالظبط موجود. اول مره اجي المعرض النهارده، واشتريت مكرونه واشتريت دقيق، ولقيت السكر موجود ب 27، والحمد لله هي الاسعار نزلت كتير عن الاول، والحمد لله كل حاجه موجوده ومتاحه. شهدت مدينة مطروح افتتاح معرضين من معارض أهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة تتراوح بين 25 إلى 30%، كما سيتم خلال الأيام المقبلة افتتاح معارض بمدن شرق المحافظة بالضبعة والعلمين وسيدي عبد الرحمن والحمام، يعقبها افتتاح معارض بمدن غرب بالنجيلة وسيدي براني، مع الدفع بقوافل سيارات معارض أهلا رمضان إلى باقي المدن والقرى. احنا اسعارنا اللي احنا جايين بيها هنا اقل من السوق كله، وزي ما شاركنا السنه اللي فاتت بنشارك السنه دي برضو للسنه الثانيه على التوالي، وتعرض علينا الموضوع، والموضوع لقيناه ما شاء الله يعني جميل. الحاجه نازله جدا، الرز والسكر 27 والعدد اللي احنا عايزينه، الرز نازل جدا، الزيت، البقوليات نازله، اليميش، في كل حاجه نازله والله. بالنسبه للمواد الغذائيه كلها نازله والله، احنا بنحيي الدوله على المجهود ده. وفي محافظة الإسماعيلية تواصل معارض أهلا رمضان تقديم عروضها المخفضة، تستهدف مبادرة أهلا رمضان تخفيف العبء عن المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. النهارده ان شاء الله في مبادره اهلا رمضان من داخل محلات التجار باداره تموين مركز اسماعيليه، هم مقدمين مبادره حلوه جدا، مقدمين تخفيضات للاسعار عن مثلها في الاسواق بنسبه 25-30%، متحمل التاجر ان هو بيقدم السلعه بتمنها بتمن شرائها بتمن تكلفتها عشان المواطن يقدر يلمس التخفيض ده ويستفيد منه. النهارده بنعمل تخفيضات 30% تحت اداره المركز عشان خاطر بقى ايه مساهمه مع الاهالينا، وموفرين جميع السلع وكل حاجه متاحه. عاملين الرز 22 جنيه، عاملين السكر 27، المكرونه 23، الدقيق 22، والنوع وانواع تانية بتبقى وانواع 21 و20، ويعني الحمد لله. ورتل الزيت عاملين كيلو الزيت الممتاز ب 60، وعاملين ال 700 ب 49 جنيه. احنا بنشكر مديرية التموين ان هي موفرنا الزيت والسكر باسعار كويسة، وكل حاجة هنا كويسة وتمام. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات على خلفية زيادة الإمدادات من أمريكا الشمالية، تراجعت العقود لأجل الخام برنت بنسبة 12% لتصل إلى 82 دولار و86 سنت، كما انخفضت العقود لأجل الخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2% لتستقر الأسعار فوق 78 دولار و77 سنت للبرميل، كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.3% لتصل إلى دولارين و
66 سنت للتر. كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.5% لتسجل نحو $1.79 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت أسهم الإمارات على ارتفاع مقتضي أثر الأسهم العالمية بعد أن أشار رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تبدأ في غضون أشهر. صعد مؤشر دبي بنسبة 0.4%، وجاء الانتعاش الطفيف في سوق الأسهم في دبي بعد انخفاضات قوية مطلع الأسبوع الحالي. أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن مؤشر بورصة دبي خسر نحو 2.4% خلال الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ 20 من أكتوبر الماضي. وبعد هدوء هيمن على حركة التداول طوال الجلسة تقريبا، أغلق مؤشر أبو ظبي على ارتفاع بنسبة 0.1%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لحكمة وسحر لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة. تتجه أنظار عشاق كرة القدم بعد قليل صوب ملعب الأول بارك في الرياض لمتابعة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لنسخة موسم 2022-2023. ويطمح الأهلي لتحقيق اللقب 39 في تاريخه، بينما يسعى الزمالك لإحراز البطولة للمرة 29 في تاريخه. تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة القمة المنتظرة بين ناديي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لنسخة موسم 2022-2023، التي ستشهد صراعا جديدا بين القطبين على لقب البطولة الأعرق في مصر في نسختها 91. مباراة القمة المرتقبة التي يديرها تحكيميا البرازيلي أندرسون دارونكو ينتظر أن تشهد تنافسا قويا بين الفريقين، إذ يسعى الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية التي حققها خلال الفترة الأخيرة في بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا، ويأمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء في التغلب على مشكلة الغيابات في صفوف الفريق وحصد اللقب للمرة 39 في تاريخ النادي. على الجانب الآخر، يأمل الزمالك في حصد اللقب 29 في تاريخه استكمالا للمرحلة الجديدة التي دشنها النادي من خلال تدعيم صفوف فريق كرة القدم واستقدام البرتغالي جوزيه غوميز كمدير فني. وعلى الرغم من التاريخ الطويل للمسابقة، لم يحظ بشرف الصعود لمنصة التتويج بكأس مصر سوى 12 ناديا فقط، ويسيطر قطب الكرة المصرية الأهلي والزمالك بشكل كبير على البطولة العريقة التي تقام مباراتها النهائية للمرة الأولى خارج مصر في نسخة موسم 2022-2023. هذا الخبر انتهت نشرة السادسة. شكرا لمتابعتكم، في أمان الله.